نفسك. هيا هيا عادش نبدأ ولا هيا شمس شمس خذ بلاست أنا بديوا سيبو هيا صحة شريبتكم ومرحبا بكم في آخر حلقة من 11:30 لـ 9:30. اليوم آخر حلقة، أذيك علاش اخترنا باش نجيبو لكم سلطان المسارح شرف ش ش شمس الدين باشا. يعطيك غليش على منبرك. عسلامة شمس الدين. عسلامة. نحن فرحانين ان انت موجود بحذينا اليوم. نعيشك. كما شفت اليوم اخر حلقة، قلنا ما نلقاوش ما خير منك باش يحفل هنا بالجو والغناء والشتيح هكا ولا؟ والشتيح اهم حاجة. نحن كل انفيتي يجي بحذينا نحضروا له بورتري. نشوفوا مع بعضنا شنو حضروا لك. يلا خير. شمس الدين باشا فنان استعراضي تونسي وباعث رسمي للجو ربوخ في كل بلاصة يحط فيها ساقو. مش هذا كهو، خاطر شمس الدين أثبت برشة توينسا إنه صاحب مواقف وما يرجعش في كلمته. واضح. أنا ضد على الأخر. واضح. ما تجيش معنا، احنا دولة إسلامية رانا. إيه. وأنا عصيت فاستتروا. احترم غيرك، احترم الناس. مواهبه ما وقفتش في الفن الاستعراضي فقط، وإنما زاد عنده ما يقول في روحه في التمثيل. الإرهابي الخطير هو اللي يقوم مخر شوية ويعمل عيني هكا، بحلقهم هكا كل بلالاو. هكا يعمل عيني هكا. والدليل سلسلة الرئيس ودوره كوزير داخلية في جمهورية البرمقلي. شمس كوزير داخلية يعني رحبوا بي بطبيعة الحال. هو ولا لا، هو ولا لا، ولا نشرب كاس و... عجبك البورتري ولا؟ تعمل قبل ما مش خايف، شفته قبل يعدي روح ومجهود. عمل عملت مجهيد. عاد انت قلت في اسمي شرف الدين. شرف الدين نلعب معك البيس. شرف الدين تضحك هاي مسالش من الروبه نتاعك. عملت هيك بالعاني يا اخي، فما شكون يعرف شمس الدين. اسمعني شمس بربي قبل ما نبدا معاك، شنو هو السر نتاع الفيست كي تنحيها الببليك الكل ويشعل؟ علاش انت معناها حتى كان ما يشتحوش جماعه انت تنحي لهم الفيست وهم انطلق الجو يعني وقتها يعني سي انا باش ندخل في الرسميات وفي الشتيح وفي الجو معناها نفهموك كي تنحي الفيست. نح لا حدا من غير بالفيست تفهمني. اما انت شاغل مخك بركة. شمس الدين انت فنان ناجح، كيفاش وصلت للمرحله هذه؟ معناها وصلت بسهوله ولا لا؟ مش بسهوله، من عمل فين معناها نغني نمارس في الخدمة بتاعي من عام 2000 ومن عام 96 بديت نغني معناها في التخت العربي وندرس موسيقى عند عبد الكريم صحابه. وقتاش اخترت الاستعراض؟ الاستعراض مانيش نعمل في استعراض راني انا، ما حد بيعمل في استعراض في تونس. استعراض كلمة صعيبة على تونس يعني. كانك نشوف حكيت قبل على الاستعراض معناها كي نشوف في امريكا مايكل جاكسون وبيانسي ومادونا. علاه حطيتي تعمل في شو؟ لا هذوكم هذاك الاستعراض المدروس يعني، فما اخراج اضاءه ستاف كامل ماكينه كامله ورانا. انا ما نعمل جيمي دي لومبيونس معناها نعمل في جو كام. انا برديك مانيش نحكي الناس الكل، نعمل في جو مع الناس الكل. فوالا. في رمضان تخدم ولا؟ الحمد لله الحمد لله. معناها تتفرج شوي في التلفز ولا لا علاقه؟ لا نتفرج بالطبيعه، نتفرج نتفرج كي نلقى فرصه نتفرج. تفرج في حاجات شنو تفرجت؟ سمينة ذيك شو اسمها البجعة. البجعة الجميلة حنان. أيوه شكرا. ضحكتني ذيك كيفاش تجري ورا الدنيا اخرى معناها. اي عجبتني مش خايبة ذيك، عجبتني الضحكة نتاعها سيرتو هكا. تفرجت كان في دنيا اخرى؟ لا ما تفرجتش شوي في لقطات ولاد مفيدة، مش برشا برشا، مانيش مغروم برشا بالمسلسلات انا. فهمت فلاش باك شوية لايمات معناها نشوف فيه معناها في قصة حلوة عجبتني. تفرجت معناها في بريزيدون شوية من الاول وقتها من خطوة تعديش بديك عداها يا أخي. قعدت نشوف كاو عجبتني كان حلقتي. سمحت ولا لا؟ لا ما أنا سمحنا ولا لا ذيك
انا مسامح ما بيتي مسامح يعني ما مازلت شاكي بيه ولا سيه ام خسيب والله كلمت لافوكا اخر مره حكيت انا وياه قلت له انه اسقط الدعوه وكهو المهم ما عطاكش 20 مليون كما طلب سيدي تفادلك فيها هذيك عشان هو عنده 20 مليون هو طلب كله ما يجيبش مليون بالحق هذاك علاش ما عندوش مسكين نعرف لا من الحلقه تعدى سامباتيك برشا تجربة ان شاء الله فيما اهم ان شاء الله ما ندمتش اللي انت ما كملتش في رئيس لا ما ندمتش لا باديتو بلاكش تجي المرة الجاية مثلا عرض آخر ولا تبدا كي يجيك عرض آخر معناها تقبل ندرسو قبل ندرسو خاطر هذه جات هكاكا معناها سليم بوقرك اللي كلفتك تك 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 فهمتني فوالا أما كعمل يعني حلو كي تحطوا بين المسلسلات والسيت كوم اللي صاروا كلهم معناها ككاليتي ديماج وإخراج معناها بروفيسيونيل عجبني يعني مش خايب كما عودناكم أول روبريك نبداو بها في البرنامج نتاعنا هي الزابينغ شوفوا مع بعضنا أهلا وسهلا وصحة شريبتكم في زابينغ 11393 نفتتح حلقتنا الليلة بقناة الشعب وين أبهرتنا مقدمة برنامج الطبخ بصوتها الملائكي فولاري كانتاري أختي تلهي بالماكلة يهديك نفسيتنا تعبت نتعدوا للقناة الوطنية ونكتشفنا قاعدة جديدة في اللغة العربية مفادها انه جمع كراس هو كروس كروس شروط الكوات فيه كروس شروط اللي بازلوتيك كروس شروط الكوات فيه كروس شروط يا سلام يا سلام الله يرحمك طهطاوي الله يرحمك طهطاوي بابا الغالي يسلم قرايتك نتعدى والقناة العائلة وين شفنا مهارات كبيرة في الرقص ذكرتنا بالفلكلور التونسي وأجواء لاروسيت والفروحات آه أيا فرج أيا يا بابا شفتو شفتو بركيكا 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 نرجع للقناة الوطنية وين شفنا رشا جايبة ما عندها وتشكر في الكيب بنيتنا من أحسن ركيب في تونس ركيب المرأة من أحسن ركيب في العالم أي كوا ركيب في تونس ركيب المرأة من أحسن ركيب في العالم أي توصيل 100 طلعني وطب 50 سألة هاو باش نوريك أعز ما عندنا في ركيب ميس تونيزي راشا ما زلت شادة صحيح في كلامك نعملوا طلع على قناتنا ونرينا متباري في برنامج كود شانس كلم صاحبته لكن للأسف هز عليه راجل يا هاو شكون هذي الموجيرة انت يعني الموجيرة الله ألو الموجير خويا ما تتفجعش هذيك ما يكون كان البلومبيي ونختموا زابينغ اليوم بالممثلة المتألقة بالألوان وين شفناها من شدة تأثرها تبكي بالشيح بس يا مزاكي حتموتي نفسك يا مزاكي ويبقى السؤال شكون ركايبو أقوى رونالدو ولا ميسي ميستريزي عجبك شمسي يا نبارة هذه اسمه تنبير مصفين كذا يا عجبني الركايب والاخر كروس على وزن كروس انت مع كروس يا كروس انت مع انه الركايب التوانسه احسن ركايب في العالم كيف جه ربي تاك عاملين ثوره على الركايب تويك هكا تو لازم الركايب والريقه هذه انا مش انا ضد ظاهرين هكا شو ركايبك ثوره ركايبها شوف شوف الركايبها حط لي جرون بلون على ركايبها شوف كبر عاد من بعيد انت تحايل على خاطر برنامجها كبر ركيب مال ركيب هكا الركبيوي هكا تنبر على ركبتها على الاقل هي طويله مش كيفك انت مفسكيه بالطلاق اسرع عليك طويله حتى هي طويله وهبله عندك فيسبوك ولا عندي فيسبوك تكتب ساعات تنبر ولا فيسبوك بتاعي عائلي عائلك هاو ما تهبطش دي ستاتيو ما تحكيش على البرامج لا لا ما تعجبنيش حاجه كي نبدا انا ولا الفيسبوك هو الفيسبوك ما كيفاش يقولوها ما يعكس نفسية العبد يعني كده فرحان يهبط حاجة فرحان يبدأ أي كما أي إنسان في العالم يعني أو كان تقلق نهبط حاجة من تقلق تكتب جو دي بخيم وش في مالا لا 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 كتاو شو ما تلعده فيا دبرين في عينهم إن شاء الله لا لا بالقدرة اللي بس
لاباس ان شاء الله. نحن في 11-3-9-3 ناخذوا اهم على الكورسي نتاعك عم رجني كرسي ما فهمتوش انا ديكي ديكي انت اسمع كنت تحب حط ساقي كوني راه خذ راحتك نقعد هكا سي بو هكا على شطي بحر الهواء نمشي ونشوفوا مع بعضنا الفيدباك. رمضان السنة حفل في التلفز الكل والتونسي مش نبار حتى طرف، هذاك علاش في فيدباك اخترنا لكم أخف ما فما من تعليق. الممثلة سوسن معالش تكتب شادلي عرفاوي أمود بريما باليرينا لا 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 ما نصدقش أشتاك بوليس أشتاك MDR. أمير سلام ميسيو يقول نورمالمون فلاش باك يعجيوها في التيفان وين تلفت نلقى واحد يحكي فرنسي. الإعلامي حسام الدين الشايب الهمامي يكتب الجرافيست متاع مهرجان قرطاج فهم بالغالط كلمة زياد غرسة أشتاك رداء إفريوير البان يليق بكم. شبه الكلمة بالغالط؟ شنو؟ كلمة بالغالط كتبها قلت ولا شنو؟ شنية الكلمة؟ زياد غرسة ولا شنية فهمتش؟ آه الجرافيست حات زياد غرسة فوق ذيك هاي باهي الجرافيست قري البرة قري البرة جرافيست سبيان سبيان شمس. نحن عنا روبريك اسمها قشور الدلاع نعرفش كان فرشت فيها ولا في وسط العام قشور قلوب الرومان قلوب الرومان ولا قشور الدلاع عنا. أما في رمضان تولي برودوي تونسي 100% كيفاش ناخذ سيكونس من مسلسل ولا سيت كوم ونتقمص الشخصيات الثانويات شو نمثلوا معناها تو نعملوا دوبلاج فوق وبالصوت نشوفوا السيكونس اللي حضروا هنا ليكيب ترا تنقول لك انت شكون وانا شكون الله يقدر الخير انت المحقق وين الباكوش انت تبدا شو نقول لك قول اللي تحب امبروفيز تقلق على بنت جيرانكم غير منها ماها انت قلقاله وديما كل وقت العشرة بتاع الصباح تقوم تعدي هكاك تعرف لا انت قلقاله برشا انت ما بالحق وتحب بنت جيرانكم تحبها انت تحبها بنت جيرانكم بالحق مش نبي على رجلها نبي على رجلها انت زعمة يا بايرة يا حايرة شوية انتي بايرة انتي بايرة كيفاش مالك كيفاش بايرة كيفاش بايرة نص نص بايرة ما عندي مش انتي بخشمك ياسر انتي انتي مال انتي مهبولة ما انتي مهبولة بالنجوم اي انت تمشي الحق ديما عند الصحارة انت تصحى ها عندك نور وخالتي عيشة عندك مروها كلمها هاي شوف عاوك النور كلمها ما قرع مالي حرز كلم رحيم حب حرز زينا ولي هكا في القدي شوف ها شو مبعي هذي فش قاعد تعمل صف السحر قدام بين جيرانكم ما مش عشقية كيفاش كيفاش ما بعرف ما بعرف زعما انت لفحه تنوريك تنوريك هاني شمس ممثل ابار انه فنان زاد ممثل بومثل مش ممثل انا بومثل مازال معنا شمس فاصل شهري ونرجعوا لكم الكرسي كسر لي ظهري ما فهمتوش كيفاش كرسي غالب هذاك اللي قدرنا عليه شمس سمعنا اللي عندك اغنيه جديده نعم سمعنا اللي عندك اغنيه جديده عملت اغنيه ريبريز لأم كلثوم الثلاثيه المقدسه من الحان الموسيقار الكبير رياض الصنباتي ومليانة صغير نحبها الأغنية نحبها ديما نسمع فيها ونحبها برشا برشا وأنا كل رمضان ديما نغني رضا والنور أم كلثوم نغني حاجات زينية نحب مش هاني نشطح ونغني أنا دجاكي صوتك حلو أنا جو ديجاج الجو والفرحة وشتيح أما أنا كي نسمع نسمع ما نسمعش روحي نسمع أم كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم فريد اسمهين الكل وديع صافي الكل نسمعهم نحبهم نتصورها الحقيقة بصوتك باش تطلع حاجة حلوة برشا إن شاء الله والله كانت هي من وزعها لي صديقي خويا محمد الجريتلي وتنفيذ يعني الفرقه محمد الاسود وخدمه كبيره خدمه باهيه ومحترمه الحمد لله. باش تسمع هنا اليوم في التاسعه على راسي وعيني كدوم من عندنا عايشك يا شمس تصفيقه بربي
ملا مدامك انت باش تسمعي لنا على قناه التسعة، انا باش نخلي لك بقعتي ونقعد مع الجمهور نسمع الاغنيه. اوكي على راسي وعيني. أنا البيت
نرجع لبلاصتي تويكا. ياسر تفتق الغنية. شنو رايكم؟ ياسر مزيان. صوتك يفتق يا شمس، برافو ياسر، ما احلاها الاغنيه. يعيشك هكا واحد يستغل صوته على الاقل في حاجه تربيه، حاجه زينيه، واحد يشكر ربي على الخير اللي هو فيه، على النعمه اللي هو فيها. اقل حاجه نعمل حاجه يعني، والغوبريز يعني مش سهله يعني، صعيبه يعني، حتى المسار واش يسمعونا يقولوا فهمت علاش نمشي الاغنيه هذيك. ولا يعطيك الصح، انا مازلت ما شبعتش بصوتك الحقيقه. ايش بعي نرجعوا تو للضحك. نحب نعطيك مجموعه من الفنانين وانت تعطيني رايك فيهم بغنيه، مش لازم تتكلم، نحب نسمع صوتك. على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا. الله على خاطرك. يا عايشك، اعطيوني تصويره الاولى. تصويره نور شيبه. اغنيه اي ايش اسمها؟ يا عمالي بجاه الله يا عمالي. يا عمالي غنيته هو. اي حلوه، حلوه الاغنيه، حلوه، يعمل جو نور شيبه. كنا متعاركين تصلحنا صبا. اي اغنيه تحب تهديها له؟ انا هديها له اغنيه الوداع. ما بقتش اخاف في الدنيا دي غير من الوداع. الله. الوداع للخصام يعني، الوداع للمشاكل والخصام يعني. التصويره اللي بعدها رشدي علوان. رشدي صديقي، خويا رشدي صديقي. هاي رشدي، شو غني له؟ شو غني له؟ اغنيه تهديها له. ماذا ساهدي لك يا حبيبي؟ طرتش نهدي لك يا خلوه يوم العيد الخروف. ايوه كنت خلدع شويه مش برشا. صديقي رشدي ونحييه وربي معاه وبون شونس، ربي ينجحه. ذكرى ذكرى بي ذكرى نحبها، ذكرى الله يرحمها طبعا. ذكرى من اغلى فنانه على قلبي واغلى احساس على قلبي ومدرسه لبرشا مطربين وفنانين. الجيل اللي طلع له كله متلمذ على صوت ذكرى، من اللي يعرفوا يغنيوا اونتر بارونتيز. شو نقول لك؟ مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعده الحياة، تيارارا تيارارا، ولا كل قلب بينجرح بيقضي عمره في نار. تيارارا. هكا مزروبة جيت. مينا مينا، ماذا بينا ترجع تغني لنا مينا؟ ياسر غابت برشا، عرفتك اللي هربت علينا كريموم. أنا قول لها ارجع غني، جمهورك يستنى فيك ويحبك برشا جمهورك، وشمس الدين باش يحبك. نقول لها مش نقول لها بي. مستغربين حالي، مستغربين من ايه، من فيك عايش خالي ولا حب عدى علي. مستغربين حالي، مستغربين من ايه، من فيك عايش خالي ولا حب عدى علي. اسألوا قلبي وعيني وكل حاجة فيا، لو كانوا قبلوا عاشوا أو شافوا مرة الدنيا. اسألوا قلبي وعيني عيني وكل حاجة فيا، لو كانوا قبلوا عاشوا أو شافوا مرة الدنيا قبل ما أشوفها بعينيك. برافو. نعيش. تبارك الله عليك. صوفيا صادق. صوفيا. في الرئيس ريناك غنيت لها بالأمن وال. صوفيا نعبوزينا. نحب صوفيا، فنانة أنيقة برشا وفنانة محلاها و. باهي نحب نختب على الرياح يعني، عجبني على الآخر. أنت مشاغب أنت، باهي على خاطرك. شو تحب نغني لك؟ ما نعرفش أي حاجة. اللي ظالمني طرارار والروح معاك، اللي ظالمني تيارارار والروح معاك،
انت تشغلي ابدا انساك، انت تشغلي ابدا انساك. لما احكي لك قال لي هجرني ولا اشكي لك تضحك عني والروح معك 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 تيرارا معك 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 يلي 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 ظالمني. بارك الله في التمثيل في التقليد يظهر لي هكا نغنيو شويه. مش سمعتك مره قلت لي انت تحب تعمل ديو ولا باش تعمل مع دافيد فونديتا؟ اي ديجا صار وبعديك عملت على الموزع زبي بن سعيد وقتها معاه هاني دمك فهمتني، معناها داروا بيا دوره كبيره برشا فهمت. مفروض معناها باش نحضر انا الاغنيه باش نحضر تيموا ونبث دافيد فونديتا هو يركب علي الموسيقى لبرا. سيبون كلمته اي سيبون احنا صار سوء تفاهم تاع الفرنسيس معناها كلمه سي كلمه. وكي سامي بن سعيد هو هلك الخدمه كلها هلك لي سامي بن سعيد الخدمه كلها هلك طايح الموزع فهمتي. انا اخترته لخاطر معناها الدكتور في الموسيقى ويعرف الغرب باش يلزم وكل شيء. جينا باش نصبوا التيموا نتاعنا باش نبعثوا ليلتها سي سامي بن سعيد ما جاش للاستوديو. ما يهموش هو برتو برشا معناها ربي يديوك هو باذن الله معناها الديو قاعد يتيب وخليناه باش يكون ان شاء الله كان احنا ربي وقعدنا لاباس باش يكون يعني تيوب 2017 بالقدره. ما تغشش شمس على خاطر نحن في التاسعه قمنا بالواجب وكلمنا دافيد فونديتا. هاي ما راسي. اما تو انا وياك باش نقفوا على خاطر باش تعطيها لمساتك الاغنيه. كيف اعطيها لمساتي وانا كذا؟ باش تكتشف. هيا عاد هيا. هاي تراها نوقف نايس بالله. طويله طويله طويله. هكا تقول انت هكا. اش قولك والله جات تفطر شيء كاخر مستر لاخر. شمس اسمك شد فيها صحيح الحكايه. لا لا ان شاء الله بيبي بي بي. سمباتيك برشا. شكون عملوا ريميكس هذايا؟ من عمل هذا الريميكس؟ انيس عملوا. تصفيق على انيس يعطي الصحه منوس. الوغ الكلنا نعرفوا شمس الدين في الغناء وبحكم تجربتك في التمثيل حبينا نلعبوا معاك جو باش نسالوك على مسلسلات باش نشوفوك تعرفهم ولا بون. انت قلت لي ما نتفرجش برشا ما هما مسلسلات قدام. نحاولوا نشوفوا نحاولوا. شكون مخرج مسلسل الدوار؟ الدوار السيد باش نعطيك عبد القادر الجربي ولا صلاح الدين السيد؟ صلاح الدين السيد. عبد القادر الجربي صحيت. صحيت غلط كان حسبك صحيت. بالله معك صفقه تصفيقتكم ذليله وحزينه كم ساعتكم كمل. اذا كان باش تغلط لي اكثر من ثلاثه غلطات شنو نطلب منك حاجه تعملها لي راه نعطيك شلبوخ كمل. شكون شارك في بطوله مسلسل اخوه وزمان؟ علي الخميري ولا وجيه الجندوبي؟ وجيه الجندوبي. اش تقصد لك هيك؟ وعلي الخميري. هي انت خذي وجه جنب ولا هكا خذ وجه جنب سما صحيح صحيح ولا غلط؟ صحيح صحيتي انا كي نربح انا نحكم عليك انا بحاجه. شكون بطل مسلسل المتحدي؟ محمد سياري ولا زهير الرايس؟ عاود لي شكونه؟ شكون بطل مسلسل المتحدي؟ اي محمد سياري ولا زهير الرايس؟ محمد سياري.
صحيح. شو نحكم عليك انا حاجه تعملها رد بالك اوكي ب حبيب مسلماني هو مخرج ولا ممثل؟ حبيب مسلماني مخرج. ظهر لي انا اللي باش يحكم عليا. غاده هو اسم فيلم ولا مسلسل؟ مسلسل. الله غالب. غنيني جينيريك بتاع غاده. لا ما نعرفوش جينيريك اما نذكر مسلسل. لا 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 دوي دوي ون ما خرفلو. دور سطايش في منام تاع روسية. دور سطايش هو في منام تاع روسية ولا في خطاب على الباب؟ خطاب على الباب بالطبيعة. شنو باش تحكم عليا؟ مزمر علي. آية توا باش نحط لك الموزيك باش تعلمني نشطة. نعلمك شوية. أعطيوني الفولارات عاد. لا ما غير فولارات. إيه أنا فولارة. أنت فولارة. أنت تنجم تتحرك هكاك أنا ما نجمش. أنا من عند ربي. هكا من غير شخص. وضع البطة ما نحبوش ظاهر الواحد تشتح من غير شخصية تعمل لك هكا تحل يديك هكا وتشتح بشخصية هكا عرفت هكا ديما عندك مشكلتك لهنا هك 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 ولا هاي هاي 1 2 3 4 من غير حزامات ما يسالش هاي 1 2 3 4 ابدا هيا هاي لمين لمين هك هك حرك يديك وديك المعاقة هاي تو اليسار الرعيش لو الرعيش ما نجمش هاي هاي من فوق من فوق من لوتا ما قلنا بشخصية اشتح بضمير اشتح بضمير هكا هاي عاود عاود على مطورك هاي هاي يحل يديك وانت كنت معاقة بضمير اشتح تعلّى إن شاء الله تعلّى هيا نعم بوزينك بارك الله عليها يطلع منك نعم بوزينك يا شمس قدامك حسيت روحي ناشطة كيما خميسة لي خميسة ذيك شخصية خميسة نسخيل بك خميسة ذيك ما حلاها شخصية خميسة هي قدلنا خميسة خلنا نعمل لك أنا طويك تكمبيسة بين تكمبينة هكا خميسة ذيك تمثل المرأة التونسية العاقلة الساذجة معناها النية فهمتني نجم تقال لي هلا خميسة أبي فيشة أبي فيشة وراك خميسة تعيك لي تحية عليها نقلد ريتا نقلد والله تبارك الله عليه نمشي ونشوفوا ليكيب شنو حضرت لنا اليوم في الفي اش اس اوكي مبروك 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 عايشك يا اخي لقيت الدنيا محروبة ولا بيس حكاية فارغة كيفاش حكاية فارغة مع منصور يهدد باش يمشي للنقابة صح عليكم عايش فرحين دائما عايش الشمس على قامتين هيا قوم سي مليح نخدم على رواحنا مليح بيا تسلم عليك كلامك طلع صحيح مازال يخمم في مفيدة ويمكن ناوي حتى باش ياخذها قلت لك شي ولد حرام تعرف ما عادش فيها ذوق وشوق سي محسن شكون اخر واحد خرج من الاداره البارح انا وخليت النظافه ومعاهم العساس
وشكون أول واحد دخل اليوم الصباح؟ أنا كيما العادة. ملا كيفاش تفسر وجود هالمناشير؟ أنا وياك مناش كيف كيف. تعرفش عيطولو الراجل اللي يخدم بنساه؟ وانتي مش تخدم امرأة، تخدم بختك. أنا وياك مناش كيف كيف. تخطونا يا ولادي من الحكايات الفارغة. احكي على عفيف ولدي غريب راه ولماني وناس درحني. حيات برا جيب الخالق طرف ترشي بر. واحدة طلعت بندار، واحدة ثقافتها برشا، واحدة ثقافتها شوية، نسيت روحك. يا غير ما لقيت معاهم حتى زيجات، هذاك علاش فرقنا. أولادي نجموا يعملوا عمايل الكبار ياسر. بالأخص ولدي أنا. حتى بنتي ما عندك فيها ما تقول. تقصد ليليا يرحمها؟ أي ليليا. لا يا راجل، هذيك ملايكة. الملايكة لا شيء. شنو؟ قلت لك الملايكة لا شيء، حتى هي عملت بعمايلها. أنت برا احكي معها. خليها هي تصرف. شعبتي وهذا الكل جيني تحكي لي على الشعب حكايه فارغه. ما هيش حكايه فارغه، الشعب هج من البلاد، لموا بعضهم وهجوا بكل جمهوريه الساعات الشقيقه. شنو؟ انتم عائلتي هوني في تونس، ما عندي حد غيركم. والله حتى هو كان سقيط قطعت من التلويش. هو حي صح مجن، والمريض الاخر يصور يجوع. وانا بنتي في الجبانه لوبي ولفني فيهم الاثنين. بربي تحيه للممثلين اللي كبرنا معاهم وتربينا معاهم كيما منى نور الدين وكيما طبعا. انت كان جيت تمثل شمس قبل فانا مسلسل ترى روحك مسلسل تلقدم. انا يعجبني قبل منام تاع روسيا تحسوا فيريديك من منا من احنا فازت الورث ولا مش قديم برشا من لا تحسنا احنا محليه فهمتني. وكنت كنت مثل في مسلسل الركيل يعني بطبيعة وانا كريستينا خلطت عليه مضوم انت يا لا خلطت عليه انا كريستينا بالحق ركيل حسره ما زلت لنا زوميكس في 11393 عنا روبريك اسمها زوميكس نشوفوا مع بعضنا اللي كيف شنو حضروا لنا. شكون قد يا منت عمار هوز ذا بوس عمار شكون المعلم عمار شق 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 اشتري بق زوالي سوفري والبلاد بق بق شق 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 اشتري بق زوالي سوفري والبلاد بق بق شق 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 اشتري بق زوالي سوفري والبلاد بق بق شكون المعلم عمار شكون قد يا منت عمار Who's the boss? Ammar. Shkul Ma'alim Ammar. مرسال عمار حتى كمال تويتي بشي والي غني راه ايش بيه نجم تعم معاه ديو على راسي وعيني يعجبني يعجبني برشا يعطيك الصحة شمس محليك قديكش سمباتيك يعيشك عايشك سمباتيك سمباتيك هكا وصلنا نهاية حلقتنا اليوم اللي نحبه سمباتيك باللموضة وترشيك نعيش وعيشة سمباتيك أنا وانتي على البلاج جملو مارياج ماريدو تنبوناج يا بايرا يا بايرا ان شاء الله عيدك مبروك يا شمس عايش شنو تحب تقول للجمهور نتاعك نقول اللي يحبوني بالطبيعه والتونس الكل اللي يتفرجوا فينا في قناه التاسعة ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله يا ربي ديما في امن وامان نعيش وربي يسترنا وربي يبقينا ستر اوكي وبالطبيعه النبره نتاعي نقول لهم كالعاده نقول لهم موتوا بغيظكم موتوا هكا ولا لا هكا بالطبيعه حتى انت عندك نباره ولا لا عندك شويه نباره بالطبيعه مازلت ما وصلتش كيفك ان شاء الله توصلوا هو كي يبدا عندك برشا نباره يعني الحمد لله ديجا وصلت مازال ما عندي حد الحمد لله ان شاء الله ربي يسترنا يعطيك الصحه ميرسي على الميتاسيون وتحية لمحليكم ديكور حلو مزيان وإن شاء الله ديما حيين بخير بوسة كبيرة من قلبي يعيشك يا شمس ومحسي بخير هوني كاميرا راح نحط لها وجهي هوني هذه بوسة نبعثها لفاطومة الغالي أمي ونقول لها عيدك مبروك وإن شاء الله لاباس هي مريضة شوية إن شاء الله لاباس لطف عليها إن شاء الله لاباس يعيشك يعيشك
هكا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. نحب نشكر سونيا خليلي اللي لبستني الروبة المزيانة هذه ونشكر شمس اللي جاب حذية ونورني آخر حلقة. هكا وصلنا لنهاية موسمنا، إن شاء الله نتقابل في موسم جديد. سبحان الله خير الناس الكل، مرسي ليكيب الكل.